هذا الخبر هو خبر معسف. يعني هذا الإسرائيليين كانوا يعطونا أخبار سابقة ويهددونا ورحلونا وإحنا نعانش بتفرنا ما بنرحل. وهذا الخبر ما بهمني أنا، ما بسألت في هذا الخبر بالمرة ولا برد على هذا الخبر. يعني هذه عدة مرات هجرونا ما رفضنا وما هجرناش، وبنوقف وبنثبت والناس بتدعمنا وقف يعني معنا. بيجونا الصحفيين وبيجونا ناس من جميع المناطق وحنستمر هكذا، وعندنا محاميين وعندنا ثباتات في هذه الأرض. إحنا ما بنخرج من أرضنا، هذه أرضنا. كيف أنا بطلع؟ أنا بطلعش من هذه المنطقة. أبوياتنا ما طلعوش، جدودنا ما طلعوش، ما بنطلع من أرضنا أبدا. هذا مستوطن في المحكمة، قاعد مستوطن في المحكمة، لمن بده يحكم؟ طبعا بده يحكم للاستيطان. بدعوا أول شيء هذه الأرض بدهم ياخذوها للجيش، وبعد الجيش بيسووها مستوطنات. هي في الجبال فوق كان حطوا نقاط عسكرية قبل 15 20 سنة، اليوم هي نقاط مستيطان، بنوا فيها مستوطنات وبتوسعوا قاعدين وبيبنوا دور وبطون. أنا بيهدموا علي الزنك وبس هم بيبنوا بطون. شو بدنا نسوي؟ بقول لك بضايقوا علينا اليهود، سكروا علينا الطرق. وبمنعونا لأن نسرح. وبمنعونا لأن نجيب مؤن للغنم وإن الحب. وسكروا علينا كل شيء يعني، وإحنا هان نازلين، فيش نجلة بغيرها. وكنا بربيانين هان وعايشين ومنقدرش يعني نطلع منها. بلادنا هذا كيف ياخذوها اليهود؟ ما بنقدرش نطلع منها. يعني شو بدنا يعني هنا احنا هنا على طول، مش يعني تقول يوم ويومين وساعه، احنا على طول هنا، ما فيش لنا بديل. شو بدك اكثر من هيك يعني؟ ضيق.